السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. الله يزيدك عقلا، تفضل. الله يحفظك يا رب. حضرتك، انا بطلب المتوفي صباحا من الناس اللي عمل بلبس الجورب اللي هو متعرف عليه حاليا، يعني هو صلي العصر الظهر والعصر في العمل، فيشق عليا انه اقلعه، هل يجوز المسح عليه ولا؟ يجوز المسح عليه عند الذين جوازوا المسح على الجورب. يوم وليلة للمقيم وثلاثة أيام بلالية للمسافر. يعني الأفضل أو الأحوط؟ الأفضل تخلع الجورب. أفضل الأخلاق. الله يسلمك. الله يخليك. حياك وحياك وحياك.